انتو مع ساند المحلي، فقبل ما تفطر بكتير تأتيكم من البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر على نجوم فئام ونجوم فئام تي في. نجوم فئام، رمضان النجوم. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم فقبل ما تفطر بكتير، وبدأنا الساعة التانية. وزي ما قلنا لكم ان احنا الساعة التانية بتكون مع فقرة ساند المحلي مع البنك الاهلي المصري، وعايزين نرحب بضيوفنا اللي موجودين معانا النهاردة. معانا النهاردة استاذ محمد صلاح، مدير ادارة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الاهلي المصري. صباح الفل. ومعانا استاذ هشام الطنبولي، رئيس مجلس ادارة تامبو فود انجريدينتس. صباح الفل على حضرتك، منورنا انتوا الاثنين. نور حضرتك. صباح الفل عليكم، كل سنه وانتوا طيبين. واستاذ محمد، خليني بقى ابتدي اسال حضرتك بكده في البدايه، عايزه حضرتك تعرفنا الاول بمراكز الشركات المتوسطه بالبنك الاهلي. صباح الخير الاول، كل سنه طيبين ورمضان كريم على حضرتكم وعلى الساده المستمعين وعلى حضرتك باشمهندس هشام. حابب بس في البدايه اوضح ايه اهميه، احنا دايما بنقول المشروعات الصغيره المتوسطه، المشروعات الصغيره المتوسطه. طب ايه اهميه المشروعات الصغيره المتوسطه؟ في الحقيقه ان المشروعات الصغيره او الشركات المتوسطه دي هي تعتبر في اي دوله، سواء دوله متقدمه او دوله ناميه، هي عصب الاقتصاد. وده جاي من انها فيها صناعات وخدمات مغذيه للشركات الكبرى والميجا بروجكتس اللي بتبقى موجوده في الاقتصاد ده. هنقول مثال عشان نبسط على الساده المستمعين، يعني لو مصنع مثلا منتجات البان او مصنع سلعات غذائيه، المصنع هو بيعمل المنتج في شكل مثلا علبه جبنه، علبه زبادي، الكلام ده، لكن هو بيبقى دايما محتاج العبوه البلاستيك مثلا بيتحط فيها التعبئه والتغليف، الحاجات دي. لو هينقل المنتج بتاعه من مصنعه لمنافذ التوزيع هو محتاج شركه تقدر تنقله. الشركات دي هي احنا بنقول عليها احنا المشروعات الصغيره والمتوسطه، لان مفيش مصنع هيعمل كل حاجه بنفسه. مفيش مصنع هيبقى بيعمل مثلا الجبنه او بيعمل الزبادي وفي نفس الوقت هيعمل العلب البلاستيك اللي بيعبي فيها. مش هيبقى عنده الاسطول اللي يقدر ينقل بيه منتجه من المصانع بتاعته او الاماكن اللي بينتج فيها لمنافذ توزيعه. ودي دي اهميه كبيره، ده النقطه الاولانيه في الاهميه بتاعت المشروعات الصغيره والمتوسطه. طب هنقول طب لو هو المصنع ده ما لقاش الحاجه دي في السوق المحلي هيلاقيها فين؟ هيبتدي يستوردها من بره، وبالتالي هيضغط على العمله الاجنبيه بالنسبه له. فمهم جدا يبقى فيه مشروعات صغيره ومتوسطه قويه في اي اقتصاد عشان تقدر توفر لي الخامات بتاعتي وتسد الفجوه بتاعت الاستهلاك المحلي بتاعي، سواء للمستهلك النهائي او لمصانع وتبقى صناعات مغذيه ليها. الحاجه كمان المهمه بالنسبه للمشروعات الصغيره والمتوسطه اللي هي بتوفر فرص عمل كتير جدا. طبعا. لان القطاع الخاص هو اكبر قطاع بيقدر يوفر الفرص العمل يعني للمواطنين او كده. فدي الاهميه بتاعت المشروعات الصغيره والمتوسطه. وبكده بيجي هنا دور البنوك، وعلى راسها طبعا البنك الاهلي المصري اللي هو الرائد في تمويل المشروعات الصغيره والمتوسطه واكبر حصه سوقيه. ودايما كده زي ما بنقول ساند المحلي. ايوه. فبيجي هنا دور البنوك في ان هي توفر الاحتياجات الماليه والاحتياجات كمان الغير ماليه للشريحه دي من العملاء او من الشركات. وطبعا عشان نقدر نشتغل بيجي دور البنك المركزي، كان لازم يحط اطار واضح وصريح وتعريف ايه هي مشروعات صغيره ومتوسطه. وبالتالي احنا البنك المركزي عرف المشروع المتناهي الصغر بان هو المشروع اللي بيبيع اقل حجم مبيعاته اقل من مليون جنيه في السنه، المشروع الصغير اللي حجم مبيعاته بيتراوح من مليون لاقل من 50 مليون ده بيبقى مشروع صغير. المشروع بقى المتوسط اللي هو موضوع حلقتنا النهارده هو اللي بيبيع من 50 مليون ل 200 مليون. ده كده البنك المركزي عرفنا. وهنا بالبنك الاهلي احنا ابتدينا نخصص مجموعه من الزملاء ومديرين العلاقه المحترفين اللي يقدروا يتعاملوا مع كل شريحه من الشرايح دي، لان كل شريحه خصائصها وسماتها مختلفه عن التانيه. وبالتالي جينا هنا بقى بالنسبه للشركات المتوسطه ابتدينا نكون في 2019 مجموعه عمل خاصه بالتعامل مع الشريحه دي من الشركات متوسطة. لان هي برضو حجم مبيعاتها او حجم شغلها كبير، محتاج مدير علاقه محترف يعتبر مستشار مالي وبنكي للشركه يقدر يقدم له الخدمات دي للشركات دي، نوعين من الشركات، سواء خدمات ماليه او خدمات غير ماليه. واحنا حاليا احنا النهارده بنتكلم احنا عندنا 34 مركز منتشر على في جميع انحاء الجمهوريه في جميع المحافظات. هنلاقي دايما اكتر من مركز بيخدم المشروعات دي.
وكنا طبعا نتيجه بقى ده احنا من بداياتنا من 2019. احنا النهارده احنا في 2019 كنا بادئين بحوالي 850 شركه بمحفظه تسهيلات حوالي 16 مليار جنيه. احنا النهارده بنتكلم في حجم عملاء يتخطى 2000 عدد يتخطى 2500 عميل بمحفظه تسهيلات تتخطى 59 مليار جنيه. يعني تقريبا 3 اضعاف. طبعا فده ناتج من ايه؟ ناتج من اهتمام البنك اللي هو دايما بيبقى عايز يسند فعلا الشركات دي، وبالذات الشركات المتوسطه اللي هي بتضخ فعلا الاحتياجات بتاعتنا والخامات بتاعتنا في السوق المحلي. طيب نسمع بقى من استاذ هشام الطنبولي كده ويحكي لنا اكتر عن طامبو فود انجريدينتس، وازاي البنك الاهلي ساعدك ان انت يعني تكبر من مشروعك المتوسط. هو الحقيقه انا كنت الاول عندي مصانع قديمه ابتديتها لغايه سنه 2013. في الوقت ده بعت المصانع القديمه كلها وقررت ان انا اخرج من السوق نهائي. اوكي. وبعدين ابتديت في 2019 بعدها بسبع سنين او كده، ابتديت اسمع بقى عن المبادرات اللي جايه من البنك المركزي والكلام ده، فده شجعني ان انا ارجع اعمل مشروعي بس بطريقه متطوره اكتر، وابتدي اصلح الاخطاء اللي كانت عندي في الصناعه القديمه. ولما قابلت الحقيقه البنك الاهلي وقعدت معاه، انا فوجئت بفكر متغير خالص عن اللي اعرفه في قبل كده، فشجعوني. لا كان لهم دور كبير، انا ضغطت عليهم جامد لان انا بحب التميز في كل حاجه. فانا يعني لما باجي اعمل مصانعي ما بعملش حاجه، بحب التميز، مش عايز انتج منتج اي حد يعرف ينتجه. فانا ببتدي في الصناعه بتاعتي، انا التصنيع زراعي، انا ببتدي من البذره، يعني من بذره بتاعت السيدز بتاعت البصل دي بنختارها بعنايه، بنقعد نشتغل عليها سنين، نطور فيها عشان تطلع بالمواصفه اللي احنا عايزينها، تبقى نسبه الامراض اقل فيها، تديني بكتيريا اقل. الاستاف اللي عندي بنقعد ندربه، المكان بنختاره من احدث واحسن حته في العالم، لان انا الفكره ان انا عايز انتج، كنت منتج مصري، كان الحلم ان انا انتج منتج مصري اوصل بيه لمستوى ما حدش يعرف يوصل له. احنا مصريين عندنا امكانيات كبيره جدا، صح، وممكن نتدرب وممكن كل الحكايه، احنا محتاجين فرصه، صح، هي فانا فرصة كنت بدي فرصه للجيل اللي معايا الجديد ان انا احط الخبرات اللي هي القديمه اللي كانت عندي ونطور فيها واتعلم معاهم برضه، ونطور نفسنا عشان نوصل مستوى يليق بمصر ونرفع من صادرات مصر، لان انا شغلي كله بيعتمد على التصدير. لما جيت ابتديت مع البنك الاهلي، قعدت معاهم الاول وابتدينا نتكلم وعايز ابتدي المشروع، وشرحت لهم الفكره وهم اتحمسوا جدا، وكان معايا مجموعه جميله قعدت جت وشافت ارض. انا بوريهم انا شاري الارض دي عشان اعمل عليها مصانع، مجرد صحراء ما فيهاش حاجه خالص. ابتدوا يشوفوا بقى ازاي انا بشتغل واحده واحده، ازاي بنطور، ازاي بنشتغل في الزراعه من هنا وبنشتغل في البتاع، وازاي ان الزباين بره عشان بتثق فينا ومتعوده دايما مننا على الالتزام والاحترام لكلمتنا، كانت بتدعمنا من بره وبتدينا عقود حتى من قبل ما مصانعنا تتبني، لان احنا لغايه ما واثقين فيكم، لان انا سنين طويله بحترم كلمتي وبنفذها. يعني انا الثوره لما قامت، وفي عز الثوره لما قامت، وكان ممكن ساعتها ما نفذش عقودي، ودي فورس ماجر يعني ما فيهاش اي حاجه، اكيد يعني كان لكن رغم كده انا كنا بننفذ عقودنا، وكنا بنشتري لهم بضايع من بره بفروقات اسعار ندفعها لهم عشان احنا مدينهم عقود. فلما جيت بعد كده اختفيت ورجعت لهم، كله عايز يشتغل معانا لانه عارف ان في مورد يثق فيه، صح، وهيورد وملتزم بكلمته. فابتدينا الحمد لله، كانت تجربة ناجحة. طبعا هم اشتغلوا معانا اوقات، طبعا انا ما عنديش حاجة اسمها اوقات عمل مش اوقات عمل، احنا بنشتغل 24 ساعة ولا احنا والله فكانوا بيشتغلوا معانا 24 ساعة، بيشتغلوا بجد، بيستحملونا، يعني انا بحب كل حاجة تخلص بسرعة، يعني انا متطلباتي عالية جدا، يعني دايما مش متطلب شوية، ما بحبش اي حاجة تبقى بالمستوى العادي يعني. واحنا كنا شغالين الموضوع من قلبنا بجد والله، ما كناش بنحس بالتعب ده. والحقيقة احنا نجحنا مع بعض، يعني انا دايما اقول ايه، انا بحلم بس لو معيش فريق ينفذ النجاح ده مستحيل الحلم يتحقق، مستحيل يتحقق. صح. فكان في فريق شركة في الزراعة من أكبر الشركات اشتغلوا معايا، ودول كنا
وكنا وكانوا بيطوروا معنا في البذور، ناس بتيجي استاف بنعلمه وعايز يتعلم وحابب انه يشتغل وحابب يقعد بقلبه. فكان في فرص الحقيقه، يعني كانت يعني انا سعدت ان انا الاقي فيه شباب جديد متحمس وعايز يشتغل، وحضرنا جيل تاني وعدينا وقت صعب مع بعض، وكان دي برضو فرصه اكتر ان نعلم الشركه وازاي انها في اوقات صعبه وازاي نعدي الاوقات الصعبه والظروف الصعبه. لان للاسف في ناس فاكره ان ايه، ان مثلا مصر فيها مشاكل لكن بره مصر مش هيبقى فيه مشاكل. لا، المشاكل موجوده في كل حته في العالم، هو اصرار وازاي تعدي وازاي تخطط. وكان في تخطيط واضح وفي خطوه، يعني دايما عندنا خطط مستقبليه للعشر سنين الجايين، احنا عايزين نعمل ايه وهنمشي ازاي. اوقات بنقلل شويه، يعني حسب بنقلل رتم فيها حسب الظروف الاقتصاديه، لما تكون في حاجه حصلت فبدل ما هنفذها سنة مثلا 25 هنفذها سنة 26. يعني دي حسب الظروف طبعا، حسب الظروف والتغييرات دي كلها. يعني دي انا ما بقبلهاش قوي بس هحاول شكله ايه يعني مش سهل خالص. شايف التواريخ ما بتبقاش بالسنة، هي بتبقى باليوم. دقيق جدا يعني. طيب احنا لسه هنفضل مكملين معاكم، ولسه هنعرف تفاصيل اكتر في فقرة ساند المحلي، بس هنطلع لفاصل اعلاني ونرجع نكمل معاكم على طول، تابعونا. انتوا مع ساند المحلي، فقبل ما تفطر بكتير، تأتيكم من البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، رمضان النجوم. ولسه مكملين معاكم في قبل ما تفطر بكتير، فانا امام ولينا التهطاوي وفقره ساند المحلي، ومنورنا هنا في استوديو استاذ محمد صلاح، مدير اداره دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه بالبنك الاهلي المصري، ومنورنا كمان استاذ شامل طنبولي، رئيس مجلس الاداره، طبعا رئيس مجلس اداره تامبو فود انجريدينتس للتصنيع الغذائي والزراعي. واستاذ محمد، قبل الفاصل كنا بنتكلم اكتر عن الشركات المتوسطه بالبنك الاهلي، لازم بقى اسال حضرتك عن ايه هي الانشطه اللي بيدعمها البنك الاهلي المصري من خلال المراكز طبعا الشركات المتوسطه. تمام، هي طبعا المراكز دي بتخدم جميع الانشطه الاقتصاديه، سواء لو النشاط ده زراعي او تجاري او خدمي، فنادق، سياحه، مصانع، وطبعا ده الجزء الاكبر او القطاع الاكبر اللي بيشمله الدعم بتاع البنك الاهلي. احنا المحفظه بتاعتنا واصله لحوالي 157 مليار جنيه، متقدمه لحوالي بتخدم حوالي اكتر من 125 الف عميل. تقريبا 40% منهم للقطاع الصناعي. يعني بنوصل ل 66 مليار بحجم المحفظه دلوقتي للقطاع الصناعي. طبعا انا شكل الدعم بتاعي للقطاع الصناعي مش بيشمله، يعني انا ممكن الشكل بتاع الدعم بتاعي او الحلول الماليه بتاعتي تبقى في شكل مثلا قروض طويله الاجل، تمويلات استثماريه، بوفر بيها خطوط انتاج او معدات او تجهيزات مصانع، او لو انا بوفر كمان احتياجات تشغيليه للمصنع بتبقى في صوره حدود جاريه سنويه بتتجدد سنويا. مش بس كده الدعم بتاعي للقطاع الصناعي، انا كمان بروح بتعاون مع جهات اخرى زي المجالس التصديريه، لان انا عايز اوفر لهم بالذات المصنعين اللي بيبقى فيهم صناعات تصديريه. دايما المصدر من المشروعات الصغيره المتوسطه بيبقى محتاج دعم، اللي هو يفتح له حد يفتح له اسواق خارجيه. صح، حته اللي انا اصدر دي ما بتجيش من يوم وليله، دي بتيجي بمجهود كبير ويعني بيخبط بيفتح زي ما بيقولوا كده، بيدق ابواب كده في كذا مكان وبيجرب كده وبيجرب يفتح اسواق وكده. فانا دايما انا كمان كاهلي دايما ببقى واقف معاه في النقطه دي بالتعاون طبعا مع المجالس التصديريه. ويمكن احنا السنه اللي فاتت عملنا اكتر من بعثه، انا بوفر بدعم فيها الدعم، شكل الدعم بتاعي اللي انا بدعم جزء من التكاليف البعثه دي او تكاليف السفر دي للشركه. عشان يقدر يعني يفتح ليها اسواق بره ويشوف منتجه بره عامل ازاي ويقدر يسوقه ازاي. ويمكن احنا السنه اللي فاتت في البنك الاهلي يعني عملنا من الامثله اللي احنا عملناها، يعني بالتعاون مع المجلس التصديري للصناعات الهندسيه عملنا بعثه للعراق، عملنا بعثه برضو لانجولا، تنزانيا، يعني كذا دولة رحنا فيها مع العملاء بتاعتنا نقدر نفتح لهم أسواق خارجية. كمان مش بس البعثات الخارجية اللي بقدر أفتح بيها أسواق خارجية للتصدير، كمان عشان أقدر أصدر ممكن أتعاون مع جهات أخرى زي مثلا اليوس إيد، برضو بنعمل معاها برامج تدريبية. المسؤولين التصدير في الشركات دي بياخدوا كورسات أو برامج تدريبية إزاي هو يقدر يسوق لمنتجه
في الدول بره عشان يقدر يصدره، وايه هي كمان وفي كمان برامج تدريبيه خاصه بمواصفات الجوده، يعني في منتجات معينه كل بلد بتبقى ليها مواصفات جوده معينه. طب انا هعرفها منين كشركه صغيره او كشركه لسه ببتدي شغل؟ هعرف المواصفات دي منين؟ وعشان طب لو عرفتها ازاي اتوافق معها؟ وايه الجهه اللي بتمنحني الشهاده دي زي شهادات الايزو كده؟ في جهات او منح دوليه بتيجي، واحنا في البنك الاهلي دايما بنستقطب المنح والبرامج دي عشان اقدمها للعملاء بتاعتي تقدر تستفيد بيها، وبالتالي انا بوفر له خدمه تعتبر غير ماليه، هو بيقدر يقف على رجليه، يقدر يصدر، يقدر يوفر العمله الاجنبيه ليه، يقدر يشتغل اكتر، يعلي من حجم مبيعاته، وبالتالي انا برضو كبنك بكبر، يعني بتوسع معاه في الشغل بتاعه، وبيبقى في استقرار في المحفظه الائتمانيه بتاعتي بالعملاء بتاعه. فاشكال الدعم اللي بيقدمها البنك للقطاع الصناعي ولجميع القطاعات هي اشكال غير انواع غير محدوده من الخدمات، سواء مش مقتصره بس على التمويل اللي هو التقليدي او الخدمات الغير ماليه، لا كمان بيبقى فيه تعاون مع جهات وجهات منحه لتدريبات وكورسات تدريبيه اقدر ادعم بيها القدرات الانتاجيه وقدرات التشغيل لاي شركه او صغيره او متوسطه تبقى احد عملائنا يعني. طيب استاذ هشام، كنا لسه بنتكلم عن ان طبعا بيبقى فيه تحديات بتواجه اي مشروع في الدنيا، وطبعا بالكورونا اللي عدت علينا والكذا تعويم اللي عدوا علينا، ازاي قدرت ان انت تواجه كل الحاجات دي، وازاي البنك الاهلي ساعدك ان انت تعدي التحديات دي كلها؟ الحقيقه كانت تحديات كبيره، بس من قبل ما نتكلم مع البنك الاهلي انا فوجئت ان هم بيتصلوا بيا. يعني انا الحته دي الحقيقه احترمتها جدا، لانه فوجئت بيتصلوا بيا، انت احنا الكابيتال ورك بتاعتك، طب احنا نقدر نرفعها لك، احنا في مكان جديد عايز تجيبه، هندفع لك الجمارك بتاعته. فشجعوني حتى يعني في وسط الظروف دي وفي وسط التحديات دي، لان هم شايفين ان انا عندي تسويق وطلب على المنتج، لان زي ما شرحت من الاول ان المنتج كان مميز، فهم ساعدوني ان انا حتى اضعف خط الانتاج في وسط يعني، فضعفنا الانتاج وعديه وخدنا تسهيلات طبعا منهم ساعدتنا فعدينا في الفتره دي فعلا. وكانت يعني فتره الكورونا كمان، معلش انا اسف، فتره الكورونا كمان هم اجلوا لنا اقساط كانت بتدفع احنا ما طلبناهاش، يعني هم عارفين ان احنا بنحب نبقى حاجه حلوه قوي ان هم، لكن هم قالوا لنا احنا مأجلين لكم قسط مش فاكر 3 شهور او كان في وقت الوقت لما الدنيا كانت واقفه خالص. وده شكل مالي، وكمان كان يعني بمناسبه الكلام احنا الحاجات الغير ماليه، انا فاكر ساعه الكورونا كان الدنيا كلها واقفه، ما فيش سفر، ما فيش معارض، ما فيش مؤتمرات، فاحنا على طول جبنا خدمه غير ماليه، ازاي يعني المسؤولين في الشركات تقدر تسوق منتجاتها عن طريق التسويق الالكتروني. كان جهه منحه لينا البرنامج ده، وكان مدعم من خلالنا، وكان مجاني خالص، وكل لسه احنا كنا بنتعلم مع بعض ان احنا نخش ويبكس بقى وزوم ميتنج كده، واحنا الدنيا واقفه يعني يعتبر الشغل واقف خالص، كنا بنحاول نستعد احنا للتطور ده. فاحنا الحته دي جبناها وقعدنا، حتى كان شركه حضرتك كانت برضو استفادت من خدمه زي دي وقت الكورونا احنا نفسها. احنا استفدنا، وكانت فرصه كمان ان كانت في مصانع كتير واقفه في العالم، وكان في ابتدى يبقى في عجز في المنتج، فبالعكس كانت الفتره دي احنا كنا بنعتقد ان مصر كان قدامها فرصه اكبر انها تعمل صادرات اكتر وتنمو فيها. صح، ده حقيقي. يعني طبعا يعني بحدود يعني، بس احنا حاولنا نستغلها يعني. لا، ودي مش اول مره نسمع الموضوع ده، ان البنك هو اللي بيتصل بالعميل يقول له احنا بنقترح عليك كذا كذا كذا، يعني من قبل ما اصلا تفكر بالظبط. انا كنت محضر ان انا هكلمه لما كنت بشوف هفتحه ازاي، يعني ما هو بيورونا على احد دوم جاهزين، ان حتى تاجيل الاقساط وكده دي حاجه يعني حلوه قوي ان هي تيجي من البنك مش من العميل. احنا مع التعويم الاولاني احنا ما استنيناش اصلا العملاء تبقى في احتياج او يحصل لها شورتج في التشغيل بتاعها، على طول علينا حدود السحب للوفك طبعا لمعايير معينه 20 و25%، وده كان دعم كبير جدا من الاداره لينا في ان احنا نتواكب على طول مع التغيرات اللي بتحصل في السوق او التغيرات الاقتصاديه، سواء حاجات سواء بحلول ماليه او بحلول غير ماليه زي اللي احنا موضوع مثلا التسويق الالكتروني والحاجات دي. فحقيقي احنا مش بنشتغل في البنك الاهلي مع مشروعات صغيره ومتوسطه كبزنس بس بنشتغل معاه، لا احنا فعلا بنشتغله من قلبنا، فعلا احنا مقدرين جدا اهميه الشركات دي، واهميه ان يحسوا فعلا ان وراهم ظهر
يقدروا يشتغلوا فيه، لان واحد حد زي باشمهندس هشام هو ما شاء الله يعني هو خبير فعلا وفاهم جدا شغله كويس جدا وبيحب الصناعه دي من قلبه. وبالتالي هو طول ما هو في حد في ظهره، مؤسسه في ظهره زي البنك الاهلي، هي فعلا بتبقى سنده المحلي. صح. خاصه كمان المنتج بتاع باشمهندس هشام ده بيلف العالم كله. فدي سمعه المنتج المصري طبعا، يعني دي هي دي سمعه، دي سمعه المنتج المصري. فاحنا في البنك في حقيقي بنبقى شايفين الكلام ده كله، مش بنبقى شغالين مع العميل كمجرد عميل داخل اللي بقدم له الخدمه بتاعته وخلاص، لا احنا يعني فعلا بنبقى شايفين ما وراء الخدمه احنا بقدمها دي. لسه هنفضل مكملين معاكم، هنطلع بس الفاصل سريع ونرجع نكمل في قبل ما تفطر بكتير، ولسه مكملين معاكم في فتره ساند المحلي. صباحكم زي الفل. انتوا مع ساند المحلي فقبل ما تفطر بكتير، تأتيكم من البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM، رمضان النجوم. ولسه مكملين معاكم وفقرة ساند المحلي. وأستاذ محمد بقى لازم أسألك على حاجة مهمة جدا، و ايه هي اهم الاسباب اللي من وجهة نظرك كان البنك انترستد او مهتم ان هو يمول مشروع طبعا تامبو فود؟ يعني في البداية طبعا يعني المشروع اصلا واحنا بداية التعامل هو كان يعتبر مشروع ستارت اب، واحنا من البنوك اللي يعني تعتبر البنوك الوحيدة اللي بتمول مشاريع لسه فيش اي حاجة تمت فيها، لو توفر فيها المعايير او الشروط بتاعتنا او شفنا فيها فعلا حاجات معينه تخلينا نخش. ايه بقى الحاجات نخطر. المعينه ايه بقى الحاجات المعينه ايه الشروط بقى اللي لازم تتوفر كده؟ لا بصراحه في الحقيقه المشروع اول ما يعني كنا قاعدين مع الباشمهندس والتيم اللي كان شغال في الشركه، الجدول الاقتصاديه ودي اهم حاجه كانت شايفينها وحسنها فعلا في المشروع، الجدول الاقتصادي من المشروع نفسه. وكلمه الجدول الاقتصادي ممكن تبان اللي هي تقيله شويه، لكن احنا هنبسطها. اللي احنا فعلا انا هقدر اخش عندي خامه محليه وهي منتج البصل، المحصول البصل بعلي كفاءته بعلي صلاحيته، بدل ما بيبقى صلاحيته شهر شهرين لا انا بخليه سنه وبطيل من العمر بتاعه الاستهلاك بتاعه. المنتج ده عندي محلي وبالتالي انا بصدره، بجففه بعمل له عمليه تجفيف وبصدره. المنتج اللي انا بشتريه ده بسعر الجنيه المصري بصدر بالعمله لاي دوله. طيب بنبص بنشوف والله انا لو احنا عملنا التكاليف الاستثماريه وجبنا المعدات وجبنا المكن وجبنا الكلام ده مع التشغيل، هيجي في الاخر هقدر ادفع اقساط البنك او هقدر ادفع الكوست بتاعت التمويل وتكلفه التمويل دي وكمان اغطي مصاريف التشغيل بتاعي واطلع في مكسب او في هامش للمكسب او موجود دي تمام. دي الجدوى الاقتصاديه. فلقينا ان فعلا المشروع بيحقق الجدوى الاقتصاديه دي. طبعا تاني حاجه لاحظناها برضو في الشركة بصراحة الخبرة اللي بيتمتع بيها باشمهندس هشام الطنبولي. هو الموضوع بالنسبة لي أنا اتعلمت يعني إيه أصلا تجفيف بصل من حجم المشروع ده. كنت يعني إيه بصل متجفف مش جاية في دماغي، لقيت إن فعلا المنتج ده هو بيخش في جميع أنواع الصناعات الغذائية على مستوى العالم. مفيش صناعة غذائية بتتعمل، مفيش مصنع بيشتغل حاجة غذائية من غير ما يكون عنده بصل مجفف. مكسبات الطعم، اللحوم، اي حاجه منتج غذائي دايما بيخش فيه المنتج البصل المجفف. فده انا مثلا ما كنتش اعرف حاجه معلومه زي دي. كمان باشمهندس هشام من خبرته هو بقى له اكتر من 30 سنه مثلا خبره في صناعه معينه، فهو اوير بكل حاجه في الصناعه طبعا بكل التفاصيل يعني احنا بنقعد مع بعض كان الخط بقول بيجيب الجزء ده من الحته الفلانيه والجزء ده من الحته الفلانيه، طب ليه دي وليه دي؟ بتلاقي الاجابه عند باشمهندس هشام على طول حاضر. ده متطور في التكنولوجي دي، ده متطور في التكنولوجي دي. فالنيجوشيشن اللي بيحصل في اول التعارف مع العميل واول دراسه الشغل مع باين جدا، بيبقى باين جدا هو فاهم في الشغلانه ولا هو كده. لا ده فاهم كويس جدا، ده فاهم في المعدات نفسها اللي بتخش، التكنولوجي نفسها المستخدمه، لان طبعا دي صناعات غذائيه وبتخش ومستهدف اسواق تصدير، وبالتالي كل حاجه بحساب. صح. كل مواصفه ليها المعده اللي بتخدم عليها وترتيبهم معين والتكنولوجي المستخدمه في دي. يعني انا فاكر في حاجات بتتعمل بالليزر يعني
بتتغربله غربله عشان يقدر يطلع اي اي حاجات صلبه من المعده في التقطيع او كده، ان يعني المنتج نفسه هو بيستهدف اسواق صعبه اصلا انت تخشيها، مش كمان صناعات غذائيه لا، يعني باشمهندس هشام كان داخل في اماكن صعبه جدا، يعني سوق اسواق اليابان وامريكا والمانيا، الاسواق دي مش سهل لحد يخشها بمنتج عادي مش كمان صناعات غذائيه. فدي كانت خبره باشمهندس هشام. الحاجه الثانيه كمان اللي لفتت انتباهنا، ودي يعني اللي بنناشد الناس كلها بيها بجد في الشركات المتوسطه والصغيره، هي السكند جينيريشن، الجيل الثاني. الحقيقه يعني شركه طامبو فود كانت دايما بقعد مع باشمهندس هشام، دايما بلاقي وراه صف تاني، سواء باشمهندس محمد هشام موجود دايما، وطبعا ومن العيله كلها الصف التاني كله، القيادات او الهيكل الاداري اللي موجود في الشركه فعلا في هيكل اداري، فعلا في ناس مسؤوله عن كل حاجه، مدير الانتاج هو مسؤول عن الانتاج، مدير التسويق، الاتش ار، ودي كانت حاجه يعني نادرة او بتبقى صعبة ان احنا نلاقيها في النوعية دي من الشركات في الاول. يعني دايما دي بعد ما ابتدي المشروع ببتدي الكلام ده، لكن من دي وان وانا قاعد انا موجود. بحط خطة قدامي وهيكل منظم والناس اللي فيه ويل ايديوكيتد وناس متعلمة، وزي ما كان باشمهندس هشام في من شوية كان بيقول بنعلم بنطلع الدورات التدريبية، مهتم جدا بيبقى اللي شغال هو على درايه بالصناعه اللي هو شغال فيها، وعلى درايه سواء هو اداري او فني في الشركه على درايه بالكلام ده كله ولا لا. فدي برضو من الحاجات اللي كانت لفت انتباهنا كويس جدا، اللي فيه دايما الهيكل الاداري للشركه وفي اجيال تانية وفي استمراريه، ده بيديني طمانينه كبنك اللي فيه استمراريه للشركه. صح. ودايما لو باشمهندس هشام مسافر في مأموريه او حاجه او بيعمل شغل بره او كده، لا في حد هيعرف يبقى شغال هنا وحد يقدر يدير الشركه هنا. اخيرا من الحاجات برضو الحاجات المهمه بقى، ودي ما كانتش يعني مش موجوده في مش مساله موجوده في الشركه بس، دي حاجه بقى احنا زي ما بنقول كده احنا دايما بنساند المحلي، هي دي حاجه اقتصاديه. عندي دلوقتي محصول البصل بصدره خام، هصدره باكس، لو انا عملت عليه اي عمليه تصنيعيه واد فاليو هصدره بقد ايه؟ باربع اكس خمس اكس. يبقى انا بدعم المنتج المحلي بتاعي طبعاً. المحصول بتاعي ده بدل ما يطلع وفي الاخر انا ممكن استورده ده بقى في شكله منتجه النهائي اللي هو البصل المجفف استورده للمصانع هنا. طب لا انا يعني اوفر المنتج ده هنا في مصر، وكمان اصدره استغل القدرات عند التصديريه، واحنا عندنا من المقومات اللي نقدر نعمل بيه حاجه زي كده، لان كمان البصل يعني وباشمهندس طبعا يعني انا خبرته اكتر طبعا في حته البصل ده، هو من المحاصيل المميزه جدا. عندنا دايما في الصعيد وكده دايما البصل ده البصل المصري من اجود انواع البصل. فاللي انا كمان اعلي قيمته بمصنع بالقدرات الانتاجيه اللي موجوده، اعلي قيمته وابتدي اخذه بقى الاسواق واصدره واستفاد منه اكتر بقى، يعني اكبر استفاده، فانا ده بالنسبه لي انا كبنك استهدف المشروعات اللي زي دي وادعمها كويس جدا واسندها. انا عاجبني كمان ان انتوا حاسين انتوا بتستفيدوا من العميل، يعني انتوا كمان مش بس بتفيدوا العميل، لا انتوا كمان بتستفيدوا تعرفوا طبعًا معلومات. احنا دايما جداً. كل يوم بنتعلم معلومات يعني. كده بقى خطر يعني خلاص انا بقيت حاسه التفاصيل كلها وكل حاجه دي حاجه حقيقيه. هم كانوا بيدرسوا الحلب يعني الحقيقه باهتمام جامد وبيدرسوها باخلاص يعني. هو لو كل واحد اخلص في شغله بالطريقه اللي البنك الاهلي هيمشي بيها البلد هتروح في منطقه تانية خالص ان شاء الله. طيب باشمهندس هشام، عايزين نعرف من حضرتك برضو بقى ايه خططك المستقبليه لمشروعك، ولو عندك بقى شويه نصايح كده للشباب الصغيرين اللي عايزين يبتدوا مشروعهم الخاص. هو ان شاء الله خططنا المستقبليه احنا مش هنشتغل بصل بس، هو في اصناف تانية هتبتدي تتجفف وهنعمل لها اسواق يعني في توسعات في حاجات تانية مختلفة يعني. بس هي بتاخد وقت معانا، لان زي ما شرحت ان احنا عايزين ننتج حاجة مميزة وبنبتديها من البذرة لغاية بنوصل لمنتج مميز جدا. نصيحتي للاجيال الجديدة او الشباب او اللي عايز يعمل مشاريع ان هو اولا ما يخشش على مشروع اكبر من حجمه. يعني ما يجيش انا معايا امكانياتي مثلا 100 جنيه ما اخشش في حاجه ب 1000 جنيه. صح. تاني حاجه الصراحه والوضوح مع البنك.
يعني دي فرصة جميلة جدا ان انا عندي النهاردة ناس وببلاش قاعدة تخدمني وتعمل دي يعني ده حلم. اصل انا في الصناعة من سنين طويلة. أيوة. فكان بالنسبة لي في 2000 يعني انا الحقيقة استغلتهم برضو ده. لان انا لقيت ناس عايزة تساعد او عندها فكر وشباب جديد. الله طب ما انا ما استفدتش ليه بيهم؟ هم عمره ما هيقدر يفيدك طول ما انت بتقوليش المعلومة صح. فاحنا عندنا مشكله كبيره جدا ان الناس بتحب الداري ما بتقولش الصراحه. مع ان الصراحه دي مريحه وسهله وبتاثر المسافات قوي قوي. يعني وبتسجع على النجاح وتخلي الحياه سهله وواضحه. فهم حتى يعني انا في التعامل عشان بحرك فيها يعني الشفافيه باشمهندس هشام يعني بنكتب كل حاجه ممكن ده يبان اللي هو في الاول يبان اللي هو يعني ضغط. لكن هو في الحقيقه هو بيسهل بيأثر الطرق زي ما حضرتك بيوفر تضييع وقت في حاجات في اوقات مهمه. يعني انا يعني انا بدخلهم معايا يعني بشرح لهم انا ليه انا ليه عايز الموضوع ده يخلص في خلال 15 يوم او شهر. انا فاكر وانا بفتح المشروع بقول لهم انا شهر واحد لو ما فتحتوش مش عايز اشتغل معاك. ايوه زياده عن اللزوم. هو يبص يعني فقلت له تعالى اكشن بلان كان بيتعمل يعني خلاص يعني حاجه قريبه هي لها خطه. فهو لازم لو هم دخلوا بشفافيه ودرس وكانوا دارسين المشروع كويس قبل ما يخشوه. اولا ما تخشيش في حاجه اكتر من امكانياتك. تاني حاجه تكوني تدرسي السوق كويس وتدرسي التكلفه. لازم يعني انا منتج ممكن انتج منتج مميز جدا وكل حاجه بس سعره اعلى من الاسواق العالميه بكتير. هعمل فيه ايه بعد كده؟ بعدها هيفشل. فهي يعني استغلال الناس المتخصصه باقصى طريقه ممكنه اللي هي تقدر تفيدك. ودي اكتر حاجه انصح بيها يعني. وانصحهم انهم برضو مش مع اول يعني مش مع اول مشكله ابتدي اضعف. يعني لو حكيت لك انا كم مره مشاكل واقف وكم مره طبعا. يعني صعبة عملت جدا. مصانع وبعتها كانت من اشهر المصانع وبعتها وبعد كده ابتديت تاني من اول وجديد. يعني عادي طبيعي يعني نحط الفشل الموجود انه لازم يحصل الفشل وعشان يحصل نجاح اصلا بعد كده. هو اوقات الفشل ده ممكن تحوليه لنجاح لان انت هتستفادي من التجربه. طبعا فهو يا ريت كله يبقى عنده اصرار وعزيمه وان شاء الله ربنا يوفق كل يعني انهم يعملوا حاجات ان شاء الله. استاذ محمد اخيرا لازم بسالك عن هل خدمات البنك للشركات بتتلخص بس في خدمات ماليه وغير ماليه ولا في خدمات تانية للشركات؟ هو سؤال جميل جدا بصراحه. ويعني انا حابب اوضح ان دايما متعارف عن الشركات ان هي لا بقى لا افتح حساب ودفتر شيكات باخد تمويل. لكن الحقيقه احنا في البنك الاهلي طورنا كتير جدا من الخدمات دي للشركات والمنتجات. فانا كشركه بغض النظر انا واخد تمويل او مش واخد عندي طالما عندي حساب اقدر افتح حساب ودفتر شركات الحاجات التقليديه العادي. لكن دلوقتي انا اقدر فيه الاهلي نت للشركات ده بقدر اطلع بيه على حساباتي عن طريق يعني الانترنت مش محتاج ان اروح البنك. عندي خدمه المرتبات البيرول اللي انا اقدر احول مرتبات العمال والموظفين عندي في الشركه عن طريق كروت. فانت طبعا بتقلل مخاطر تداول الفلوس وانا ابعت حد البنك يقبض يسحب شيك ويقبض الناس عندي وكده. وفي نفس الوقت هم بيجي لهم على طول مسجات بالاضافات على طول بتبقى حاجه متطوره اكتر ان انا اقدر يقبضوا عن طريق البطاقات دي. فدي عند خدمه عندنا للشركات اسمها البيرول. عندي برضو خدمات مثلا اهلي شوبينج ودي بتوفر زي جيت او خدمات اللي انا لو في شركه عندي عندها ويب سايت وعايزه تقدم خدمات وتدفع عليها عن طريق الكريدت كارد او الديبت كارد او كده بقدر اوفر لهم حاجه تكنولوجيا. التكنولوجيا دي اللي انا اقدروا على الموقع يخشوا يسجلوا وفي نفس الوقت بقدم مش مجرد بس بقدم لهم الخدمه دي على الموقع بتاعهم لا كمان بقدم لهم الدعم الفني ليها. عندنا ناس مسؤوله عن حاجه زي الحاجات دي كلها. عندي بطاقات الائتمان للشركات عندي بطاقات الخصم للشركات. ففي منتجات كتير جدا البنك الاهلي بيقدمها للشركات وبيخدم بيها عملائه من الشركات بخلاف كمان التمويل او الحلول الماليه والغير ماليه اللي دايما يعني دي موجوده. لا كمان في منتجات متطوره دايما هدفها الاساسي هو خدمه الشركه ونوفر لهم نيسر لهم ونحقق انسيابيه في العمل بتاعهم والتشغيل بتاعهم للشغل بتاعهم باذن الله. باذن الله. احنا للاسف وقت حلقتنا خلص وبجد تشرفنا بيكم جدا 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 باشمهندس هشام الطنبولي رئيس مجلس اداره تامبو فود انجريدينتس نورتنا وشرفتنا. واستاذ محمد صلاح مدير اداره دعم المشروعات الصغيره والمتوسطه بالبنك الاهلي المصري صباح الفل عليكم. صباح الفل. جدا شكرا. واحنا وقت حلقتنا خلصت برضو
خلاص يا لينا. خلاص وقت حلقتنا خلاص، بس استفدنا قوي النهارده، حاسه ان انا كل حلقه مع احنا بناخد دروس من دروس يا رب حقيقي. نقول حاجه لغتنا بسيطه قوي يعني، الدنيا واضحه، بتسهلوا كل حاجه وتوضحوا كل حاجه. ومرسي لحضراتكم كده، مرسي. كل سنه وانتم طيبين، وحضراتكم طيبين، صباحكم زي الفل. كنتم مع ساند المحلي، فقبل ما تفطر بكتير، تأتيكم من البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم أفقام ونجوم أفقام تي في، نجوم أفقام، رمضان النجوم.